Today I will give you some sentences and some performance on the board about the passive and present simple. The passive and present simple. في حاجة عايزين نقول عليها. احنا قلنا في المضارع البسيط في حلقات سابقة ايضا ان المضارع البسيط ده هو بيعبر عن الحقيقة. يعني أي حقيقة عايز أقولها في المضارع البسيط. مثال أقول water turns into steam when I boil it، لما أجي أغليه بيتحول إلى بخار ماء، يبقى ديت حقيقة علمية ناخدها في المضارع البسيط. أيضا مثال آخر the sun rises from the east، الشمس تشرق من الشرق، حقيقة علمية. يبقى الحقيقة العلمية بستخدم فيها البريزنت سيمبل دي، حاجة عشان ما تفوتناش. طيب دلوقتي شكل المضارع البسيط في المعلوم اللي هو الاكتف بيبقى عبارة عن ايه؟ ام از ار. خلي بالك ده في الايه؟ في المبني المجهول. المبني المعلوم بقى، المبني المجهول هنا بنقول هنا المضارع البسيط فعل مضاف له اس او اي اس او اي اي اس او انفينيتيف مصدر، ده مع هي او شي او ات واسم مفرد. ده في الاكتف في المعلوم معايا عشان ما حدش يتوه. او الانفينيتيف اللي هو المصدر مع اي يو زي واسم الجمع. طيب يا مستر بقى شكله، شكل المضارع البسيط في المجهول اللي هو في الباسيف يعني هو عبارة عن ام واز وار زائد تصريف ثالث بس بارتيسيبل. ناخد مثال ونحوله عشان نعرف التحويل من المجهول معلوم للمجهول، من الاكتف للباسيف. مثال بقول هي بلايز تنس افري فرايداي. افري فرايداي ده ظرف تكرار ماليش دعوه بيه، انا ثبت هنا السبجكت والفيرب والاوبجكت اللي هو الفاعل الفعل المفعول. عايز احول الجمله دي فروم اكتيف تو باسيف اعمل فيها ايه؟ هقول تنس، يبقى انا بجيب المفعول اهوت الاوبجكت تنس دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى انا اشتغل از التصريف ثالث، يبقى نقول از تنس از بلايد التصريف الثالث من بلاي بلايد باي يبقى الفاعل الجديد اللي هو اصبح مفعول اوبجكت يسبق بباي زائد الايه؟ هي هنا، هي هنا كضمير سبجكت فاعل بيحول الى هم، يحول الى ايه؟ الى هم. طيب تحويل الضمائر عندي هنا، تحويل الضمائر، تحويل الضمائر from active to passive نقول active وهنا passive. ضمير اي يحول الى مين؟ خدوا بالكم بقى هنا ضمير هي بيبقى هم، ضمير شي هير، ضمير ات يفضل زي ما هو مفعول، ضمير يو زي ما هو. يبقى الضميرين الاثنين دولت ما بيتغيروش من فاعل لمفعول. ضمير ذي بتحول الى زم، ضمير وي بيتحول الى اس. تمام، واخدين بالنا؟ ادي بالنسبه لشكل المبني المجهول فين في المضارع البسيط بطريقه سهله وجميله. يجي في الامتحان، يجي في الامتحان ازاي ده مع الطلبه؟ يجي ازاي؟ ممكن يجي ازاي؟ امثله شي
هنقول she plays volleyball. She plays volleyball. يبدأ هنا يحط لي هنا underline وبقول لي ابدأ بدي أو يجي لي ما بين قوسين كده volleyball. ابدأ بدي begin with volleyball. أقول له سهلة خالص، إحنا متعلمين إن الأوبجكت يجي سبجكت والسبجكت يجي أوبجكت. يبقى أنا عايز أقول بقى إن إيه؟ إن الكرة الطائرة لعبت بواسطتها هي، يبقى نقول volleyball is زي التصريف تالت is played باي هير. تمام، يبقى انا جبت الفولي بول اهي اللي هو اللي ابدا بيها وعرفت انها مفرد، جبت از زائد تصريف ثالث. تمام، يبقى ده شكل الايه المضارع البسيط في المبني للمجهول. والى لقاء اخر ان شاء الله باذنه في ازمنه اخرى بالنسبه للفيرب تنسز اللي هي فيرب تنسز أزمنة الفعل لجميع الطلبة والطالبات تعليم عام أو تعليم تجريبي أو طلبة في التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي أو التعليم الثانوي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.